القائد الأعلى للقوات المسلحة مسؤوليته في غرفة العمليات الرئيسية. اندلعت الشرارة. القوات البحرية استطاعت تحقيق كل المهام التي كلفت بها، سواء الاستراتيجية أو التعبوية. وكانت أهم هذه المهام أننا نسيطر على المسرح البحري في البحر الأبيض والبحر الأحمر. وكان من أهم أسباب نجاح هذه المهمة هو أننا استغلينا العمق الاستراتيجي لبعض من الدول العربية المطلة على البحر الأبيض وعلى البحر الأحمر، وأدى نجاح هذا الحصار اللي استمر لفترة طويلة حتى بعد العمليات إلى قطع الشريان الحيوي اللي بتعتمد عليه إسرائيل لاستيراد احتياجاتها الاستراتيجية العسكرية والمدنية، خصوصا البترول، وده دعا مسانديها إلى استخدام الجسر الجوي لإمدادها بالرغم من تكاليفه البحرية. وبالتنفيذ هذه المهمة بنجاح من باب المندب اللي بتبعد حوالي 2000 كيلومتر من شرم الشيخ، توقفت حركة الملاحة البحرية للعدو بنسبة 100% في البحر الأحمر.